بأول فقراتنا كنا عم نحكي على النظام الغذائي وكيف نحن اليوم قادرين نحصل على خلينا نقول جسم نقدر من خلاله خاصة نحن على أبواب الصيف إنه نلبس شيء يناسب أجسامنا. هذا الجسم وهذا النظام بحاجة اليوم أيضا لموضة لألوان. ب 2023 أكيد في شيء جديد رح ينزل على السوق، ومثل ما عم نشوف على واجهات المحلات اليوم الألوان الجريئة كتير نازلة والثياب الفضفاضة. صحيح رشا، يعني تلاقي الفتاة يعني البنات بشكل عام ممكن يحبوا هذا الستايل، في بنات لا بضلوا محافظين على ستايل قديم، ومثل ما ذكرتي يعني حتى لو الجسم كان حلو ومثالي ولكن احيانا الصبية بتختار شيء ما بيكون ملائم لها. بدنا نحكي اكثر عن الموضه اللي راح تكون خلال الصيف ولعام 2023. اكيد بيسعدنا نرحب بمصممه الازياء هاوين السعدي من العراق. اهلا وسهلا فيك، كل سنه وانتم سعيدين. صباح النور، تستاهل حياتي. اهلا وسهلا فيك، وهيك اليوم بالعراق يعني في شيء هيك لهجتكم العراق الشقيق اكيد يعني نرمين، ودائما نحن بلد واحد اكيد يعني. بلد واحد ودائما بنحب هاي اللهجه المحببه القريبه لنا على طول. بدنا نقول لك صباح الخير، اسمك لحاله هيك هاوين شو معناته اول شيء؟ هو من الهوى يعني تعشقي الشيء. حلو، هذا العشق راح لموضوع الموضه والازياء؟ اكيد انه فيكي انت بتحبي الشيء فتظل عندك شغف كرمال تطوري فيه وتسعي فيه، وخصوصا الازياء. يعني الازياء هي مع الانسان، يعني من اول ما خلق ما يعني لازم انه بحط على بدنه شيء، فمن البدايه هي تظل وتظل شغف على الانسان. يعني ما في شيء بيتوقف تصميم الازياء، ما في توقف، يعني كل يوم في تطور وكل يوم في شيء جديد وكل يوم فيها حتى الالوان. هلا انتم عم تحكوا اذا تشوفين كمان الالوان، يعني الالوان كمان عم تتداخل مع بعضها، وهلا بتشوفي كنا قبل لونين مستحيل نلبسهم، مثلا الموف مع الاخضر او البني مع الزيتيات وكذا مستحيل، بيقول لك ما بيلبق. صحيح، شلون هلا الالوان كلها رح تصير متداخله مع بعض. طيب كونه هيك فتنا موضوع الالوان و2023، خلينا نحكي بشكل عام عن الموضه. اليوم هو بحر من المعلومات وكل صبيه لها ذوقها الخاص، ممكن يلبق وممكن لا. خلينا نحكي هيك بدايه عن 2023، شو عم تكون التحضيرات؟ هلا 2023 الاورنج الزيتي الاخضر بكل تدرجاته، كل الالوان القويه، وفي كمان اللي الكلاسيك في الالوان الباستيل، يعني نفس عجله اللون نفس الالوان بس تكون على باستيل او مات. صحيح، فاللي بيحب الجرأه بيروح على اللون الفاقع، واللي بيحب لا الكلاسيك الكذا بيروح على اللون المطفي. اما بالنسبه للسواريهات كثير راجعه للبايات، يعني قبل بتقول الصبية ما بلبس بايت خلص خلصت موتو، هلا راجعوا بقوة البلينك بلينك، راجعوا بقوة كل شيء لميع راجعوا بقوة. ستراس مزبوط، ستراس الشكل لا الرش السكر القماش اللامية اللي هو القماشة نفس الخامة اللي بتلمع. شنو على القماشة اللي لابستيها اليوم هون؟ هلا جرسي، أنا بحب الشغلات اللي ما بدها توي كثير. طيب يعني الواضح هون انك بتحبي الالوان كثير، يعني انا اي بحب الالوان. هلا انا مو شخص كل يوم يلبس الوان بس بحب الالوان. يعني الالوان بتعطي طاقه، بتعطي نشاط، بتعكس الطبيعه، يعني خصوصا مصمم الازياء مثل المخرج، يعني عينه بتلقط فكرمال هي بتاخذي اللون الحلو من هون، شو تواكبي الموضة اليوم اكيد بتاخذيها من الطبيعة اكثر شيء. طب خلينا نعطي هيك نصائح بتنسيق الالوان اليوم لكل صبية حسب لون البشرة تبعيتها. هي مشكلتنا نحن، بتجينا الصبايا بتقول انه مثلا انا سمراء ما بيلبق لي، انا اخذ الحكم مسبقا قبل، اي انا بيضاء ما بيلبق لي، هلا انا بيضاء ما بيلبق لي، اللون الاحمر بيصفرني عن بشرتي. هلا في شيء اسمه عجله الالوان، وعجله الالوان كل لون بيدرج الى من الفاتح للغامق، يعني بيصير ديجرادي. هلا مناسبه الالوان الديجرادي يعني تدرج اللون داخل كثير، والامبري يعني اللون ببلش اخضر اورنج اصفر احمر هيك وتصاعدي تنازلي، عرفتي كيف؟ فهي الالوان بتدخل مع بعضها. اكتبولي. طيب خلينا هيك نحكي اليوم على بداية السنة، نحن كيف اليوم قادرين انه نختار الشيء الصح وما نروح للشيء ما بيناسبنا؟ يعني واليوم انت كمصممة، يعني اليوم انا بجي لعندك بختار هذا الموديل فبجوز هو ما انه لابق لشكل جسمي، لا ما انه لابق للون بشرتي، اليوم انت بتتدخلي بهذا الموضوع او خلص يعني بتمشي مثل ما بدا الصبية؟ هلا في صبايا بتقبلوا هيك شيء، يعني بتقولي لها مثلا بدي ابرز الحلو فيكي وهذا الموديل ما بيلبق،
في صبايا ما بيتقبلوا هذا الشيء نهائيا، يعني هي شايفه الموديل على العارضه او الفاشينيستا فيكون عاجبها انه هذا الموديل بغض النظر انه يلبق جسمها او لا. نحن احسن شيء بنرجع على نظريه الاسس الثمانيه انه نقسم الجسم 8 اجزاء متساويه، فاذا شفت هذا الجزء في عندي شيء ديفو بخبيه بالوان غامقه، اذا تحت لا بخبي هي، يعني لازم الجسم يكون متساوي 8 اجزاء، تطلعين قالب واحد كرمال يطلع الجسم متناسق وحلو. طيب خلينا هاون هيك اكثر نتعرف على موهبتك، يعني انت بداتي من 2003، بداتي من سوريا ولا من العراق؟ هلا دراستي لا مع فنون تطبيقيه بالعراق، بس نحن اجينا ب 2003 وظليت، فاي بلشت من سوريا. يعني بلشت بس كيف كانت البدايات؟ وين بلشتي؟ فورا يعني عن تعليم صرت تجربي؟ لا تعليم وتعليم ومتابعه، وبالبدايه انه ما حدا راح يسمع، وتابعت هي تصميم الازياء كمان، هي تدخل بسوق بتجاره بحكم يعني شغلات كثير معينه، يعني ما فيك انت دغري تجي وتقولي انا مصممه ازياء، يعني بتبلشي باهلك ومعارفك وهيك وبتتوسعي. دائما هيك اول قطعه مثل اول لوحه مثل اول شيء بيسويه الشخص، بتتذكري اول تجربه كانت لك؟ ايه عملته قميص كثير كان نازل هيك نقشات افريكانو الوان وكذا وهي، بس هلا فخوره به لانه صار موديل من 10 سنين او 13 سنه، بس هلا صار موديل. اليوم رجعني عن حالك من 2003 لليوم، يعني اكيد ازددتي خبره، اضفتي شيء بحياتك، يعني اليوم رضياني عن حالك؟ هلأ. او بتحسي انا بعد لسه بدي؟ يعني اكيد لسه بدي، يعني خصوصا بعالم الازياء اكيد لسه بدي، انه ما فيك ترضي كل الاذواق وما فيك تهي. المشكله نحن كمان بالسوشيال ميديا تدخل عالم هن الفاشينيستا او كذا، هي بتعرف تلبس حالها بس ما بتعرف تلبس المقابلها. صحيح، فالبنات يكونوا متاثرين فيها فبدها تجي مثل فلانه او بدي هذه الموديل بالذات، هون بتواجهي صعوبه كثير كبيره. طيب خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل صبيه حابه تشتري قطعه جديده وتحطها بالخزانه، في قطع هيك بتقدر هي تدورها يعني ترجع تلبقها بطريقه معينه، خلينا نعطينا شويه افكار اليوم. هلا الاشياء مثل اللي انت لابستيها البيس، يعني التوب الاسود والبنطلون الاسود او البنطلون جينز ضروري تكون بخزانه اي صبيه، البليزر البليزر انت محتاجه تلنحي فبيعطيها جسم حلو اللي فيه عنده دوثوهات من الخواصر والبطن بيخبي كل شيء، فالبليزر والجينز والاسود اي لون، وفينا نحن بنغير انه شال او سكارف بسيط او اكسسوار بسيط او سلسال، فيكي تحطي هلا تنزلي عليه شك، يعني ما عاد شيء ينكب من الخزانه كله فيكي، هي قطع بيس اساسيه بتغير فيها الاكسسوار، يعني الاضافه شوز سابول اللي راح تلبسي بغير اللوك. طيب هاوين ذكرتي شغله هلا انه انت اول قطعه اليوم مفتخره فيها لانه رجعت موضتها، وهي القطعه مثل قطعه كثير موجودين بخزانه كل صبيه مننا، يعني اكيد موجوده عند نيرمين لفتره من الفترات، نحن ضبيناها وكنا يعني بدنا ننسقها، ولكن امهاتنا بيقولوا انه خلوها بترجع موضتها، وشفنا اليوم رجعت موضات كثير قديمه، يعني مثل ما قلتي ان كان بالالوان ان كان بالسالوبات العريضه، فاليوم قد ايه مهم نحن نقدر ننسق بين اجسامنا وبين شكل الموضه، وشو اكثر شيء اليوم هيك الصبيه عم تروح له؟ الصبايا هلا عم يروحوا على الستان، عم يروحوا على القصات العريضه المذر كوت المذر كات او المام، هلا كثير دارجين، بس ما بتلبق لكل الاجسام، بدنا نشوف الاجسام الواسعه، بدنا نلبس الغوامق كرمال لبسي فاتح، يعني اذا في ارداف، نحن الشعب العربي الحمد لله كله ورك وارداف وكذا، فبدك بهيك هون بنغمق شوي لانه الستان بيطلع دغري عيوب الجسم، الجرسي هلا الاقمشه اللي نازله القطنيه دغري بتطلع عيوب الجسم، فبدنا ننتبه لهي الشغله. يعني افضل انواع القماش اللي هي قادره انه تضب الجسم، خلينا نقولها بالعاميه، يعني هلا الاقمشه اللي هي اللي الجينز الدبلين هول بيضبوا الجسم، شو اسمها الخامات اللي عندكم مثل الجاكيت ما بعرف شو اسمه بالسوري بصراحه، قطني لابسه قطني اليوم، قطني في الليجرا بتضب الجسم، بس الليجرا كمان يعني اذا كانت ضيقه بتعطي هلا هي بتدخل بالخامات، هلا الفساتين والكذا بيجي فيها من فيها كورسيهات من جوا، فالليجرا بيضب
خصوصا بالسواريهات اللي يقرب يضب من تحت. اما اذا لبستي ستان على الحلق بيطلع كل العيوب. نعم. صح، لانه هي ماشي بنسميها احنا رهفه او هو يعني بالضبط الحرير. اذا بدك تلبسي قماشات حلوه بدك تلبسي يعني حرير او جرسيه مثل اللي انا لابسته، بدك تلبسيه عريض كثير او يعني اكبر من رقم كبير. نعم. بدك تلبسيه عريض كثير او حتى اكثر من سايزك باثنين كرمال شو بيطلع متناسق. بيعطي برايك اليوم ليش عم ترجع الموضه القديمه؟ ليش صرنا نرجع نشوف موديلات كنا نشوفها مثلا نضحك هي شو كان الناس من زمان شو كانت تلبس، اليوم رجعنا نحن عم نلبسهم يعني. صحيح، هي اصلا مصممين الازياء هلا عندك اللي صعب اول ما فتح دار الازياء بنيويورك اخذ حقبه الاربعينات واخذ المهاجرين الاوروبيين ازياءهم وعملها فكسب الشارع هونيك ونجح. ليش؟ لانه هو عاد فهن دور الازياء نفسها والمصممين بيرجعوا ياخذوا او بياخذوا من ثقافات ويمزجوها، فانت دائما تقولي نعم. في لبسه يعني بتشبه اللبس اللي عندي وعم ترجع وما تكبوا شيء كله بيرجع. هلا بهذا الظرف ما بقى فينا نكب شيء، كله بيتنسق بينرفع لوقته يعني. بدنا نشكر حضورك لليوم وبنتمنى لك هيك النجاح بمشروعك ونشوف اسمك بين مصممين الازياء. شكرا لك وصباحك حلو. تسلمي حبيبتي، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك ونورتينا، بكير التوفيق. اهلا وسهلا فيك. اما هلا رشا راح نروح على حمص، بعدنا باجواء العيد رشا والاكلات والحلويات الحمص المعمول والأقراص بمختلف أنواعه وحشواتها هي حاضرة على المائدة الحمصية. تقرير شيرين العلي.